أنا يعني مش نطرح سؤال من يخيف من؟ نحن كدولة وحكومة نحب حتى السيناريو الأسوأ اللي من اللي نسبة التوقي نتاعه الوقوع نتاعه أضعف من السيناريو المعتدل، ولكنه يمكن أن يحدث. نتهيئه وقلنا نتهيئ للأسوأ ولا يحدث خير من أن لا نتهيئ ويحدث وقت ما عندناش نجم نغزر في عينين بعضنا، لأنه لا مسؤولية. قمة الاستهتار اللي يخوف اليوم مش أني أنا نخدم على الأسوأ واللي ما نحبوش يتوقع، اللي يخوف هو سلوك الناس اللي تدزفين للأسوأ. حب تخرجنا من السيناريو المعتدل، والمواطنين والإعلام يركزوا على هذا السلوك المخيف، هذاك هو المخيف ومجاني عبثي. هذاك علاش يعني الإنسان عندما يفكر فيه يشعر بشعور يعني نتاع حنق نتاع غضب نتاع غبن، مجهود ناس تبات ليل ونهار معناتها يضيع في سلوك معناتها ربما ما يعرفوش العواقب نتاعو او ما يقدروش عواقبه. يعني هو بيدو المستهتر هذا بالسلوك، لو كان امه لا قدر الله ولا ابوه لا قدر الله يمرض بالكوفيد ويموت تقول يا ليتني، ولربما سيستمر في الاستهتار ولا يعترف ويمشي يكسر السبيطار.